والله يا كابتن، احنا كنا بنفكر في الماتش من فترة كبيرة. يعني حتى احنا رجعنا المنتخب استعدينا، دخلنا على معسكر تقريبا على طول على طول. تقلب في توجو برضه كابتن. فربنا يخليك يا رب. دخلنا معسكر، فاحنا عموما كنا كل شويه بنقعد مع بعض في المعسكر، وقفلنا على نفسنا بصراحه ان احنا لا، يعني احنا ما قدمناش حاجه غير ان احنا ناخد البطوله. يعني احنا كنا بنقعد مع بعض كده كلنا بنسرح ونبص لبعض. حتى وانتوا راجعين في الطياره في المنتخب طبعا كنتوا بتكلموا بعض، انتوا راجعين على بطوله كبيره يعني. حتى كلامكم مع بعض كان حتى قبل الانضمام للمعسكر كنتوا اكيد بتتكلموا مع بعض على المهمه، وانا في اعتقادي ما كانتش مهمه سهله. يعني طبعا كل الاحترام لنادي الزمالك، قدم مباراه كبيره، بنقدم له طبعا التحيه لنادي الزمالك، فعلا يعني يستحق التحيه على المباراه الكبيره اللي عملها. لكن طبعا زي ما بنقول ان النهايات يعني بتحسم ولا تلعب بمعنى اصح يعني. الحمد لله في الاخر البطوله في النادي الاهلي. يعني احنا مستعدين بقالنا فتره وكنا مركزين على البطوله دي بالذات، ان يعني احنا ما كانش قدامنا هدف لا لازم ناخد الكاس يعني، فعشان نفرح جمهور النادي الاهلي. كانت غايبه بقى، يعني غايبه بقالها كتير عن جمهور النادي الاهلي. وكان يعني انت كابتن هاني كل ما تمشي في الشارع لا يعني انت ما حدش بيكلمك الا بطوله افريقيا يعني. صحيح. حتى صحيح. الناس كنا بنستغرب ان احنا في المنتخب لا مش عايزيننا نلعب ماتشات المنتخب، الجمهور ان هو خايفين على البطوله ازاي، وخايف حد يتصاب حد يتعور. لا يعني احنا الحمد لله، يعني احنا بص يا كابتن، يعني احنا ما كناش في الماتش امبارح الاحسن، بس الحمد لله يعني الفرق الكبيره بتعرف تكسب، وهي برضو ايه مش الاحسن يعني. طب انا الحمد لله.